احنا وصلنا لاخر فقره، الفقره دي اسمها انت مين؟ انت مين؟ مكتوب في البطاقه الشخصيه بتاعتك اسمك ايه؟ شحاته عبد الرحيم غيب يونس. عرفنا على اسرتك يا كابتن. هذه اسره بقى، الاسره اللي انت عايشه معاك دلوقتي، الزوجه والولاد. انا معايا زوجتي ومعايا ابني ياسين، والباقي كله اتجوز. قول لنا على الاسره كلها. جد كبير قوي. قول لنا على الاسامي الاسره كلها. في كبيرة عبير، نعم، كلية التربية الرياضية، عاملة ماجستير ودكتوراه ما شاء الله. وبعدين جنبها محمد، ده نمرة اتنين، كان بيقول لي اروح بابا عايز اروح نادي الزمالك، قلت له امشي من هنا. انت قلت لي انت بتشجع الاتحاد. انا بشجع الاتحاد. خد بعضه وراح شرم الشيخ. محمد، واتجوز واحده روسيه، وخلف لي ادم. لما بيجي لي بقى ادم عنده حوالي 9 سنين دلوقتي. وبقول ان الولد ده هيبقى لعيب كويس قوي والله. ليك نظره بقى. مين بعد كده؟ في مروه، وفي احنا مروه. في مروه، مروه هي كانت اعلام. ايوه، وبس هي قاعده في بيتها كتير، تنزل على البحر تتمشى بالولاد. انا جايب لهم كارنيهات كلهم، نادي سموحه، نعم، مساحته كبيره جدا، فبتروح هناك تمارس فيه بقى رياضه. بتجيب ولادها بيمارس هناك. البنت بتلعب تنس. وفي علاء. وفي علاء ده في الشرم برضو لسه قاعد. هم كلهم ايه؟ راح الشغل بيبقى هناك في شرم الشيخ. ربنا يخليهم لك يا رب. مين تاني كمان؟ في محمد. في محمد بقى اللي احنا عاملين معاه لقاء دلوقتي، هتسمع هو بيقول ايه. محمد ابني؟ طيب اتفضل برجاوي. لا هو بصراحه يعني هو مفيش كلام يتقال عليه، يعني مفيش حاجه توصف يعني الحنيه، صبرت في اي حاجه، حتى لما بروح في اي مكان ما بعرفوش وبقول ان انا ابن الكابتن شحتة بلاقي استحسان وبلاقي قبول والناس عارفاه، وبتكرم بسببه كتير في وجوده وعدم وجوده. يعني الحمد لله شخصيه محبوبه، اب على اعلى مستوى. يعني مش عارف والله، مفيش حاجه تتوصف له يعني. يعني ربنا يخليه لنا، ده اللي انا اقدر اقوله. تملي كان يقول لي اهم حاجه صلاتك، اهم حاجه لسانك في الحياه، ده اللي هيخليك كويس قدام الناس وده اللي هيخليك وحش قدام الناس. الكلمه الطيبه، المعامله الكويسه، فده اللي خلانا الحمد لله يعني بنلاقي استحسان من الناس كلها. كنت مدوخ في كل حته بصراحه، كنت شايك كويس وانا صغير، بس طبعا هو طبعا اكيد عارف ابنه كويس وعارف مدى شقاوته لغايه فين. حتى انا لما كنت بتشقى كنت بتشقى على حس اسمه بالمحبه. ربنا يخليك لينا، ويا رب دايما كده فخورين بيه. كابتن شحتة بعد الكلام اللي محمد بيقوله، طبعا حاجة جميلة قوي لما الأب يربي الولاد على المساواة وعلى الصلاة وعلى طبعاً الحياة اللي تسير بصورة طيبة. وده ان ده اللي فيدل على ان الأب كان ماشي بطريقة ترضي ربنا قبل ما ترضي اي حد تاني. والله بس هقول لك حاجة، يعني برضو ما فيش حد ما عندوش خطيئة اكيد. بس لما تتوب بقى تبقى حاجة حلوة قوي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم ونعم بالله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مفيش حد ما بيغفر. أكيد. بالآية دي هناخد تقرير المدام بقى، أشوف عاوزة تقول لك إيه. قول وبادي كمان. الله. هي متدينة قوي كمان. دلوقتي المدام سوسن حسين زوجة كابتن شحتة، اتفضل. هو زوج طيب وحنون وكريم، يعني ما اوصفه لك بكل حاجه حلوه كابتن شحتة بصراحه.
اما معرفتنا ببعض كان عن طريق كابتن عبد الله اسماعيل. هو ما يعرفنيش كابتن عبد الله، بس هو على السمع عني، هو كان عايز يتزوج وكده، فهو يعني قال له عني. وبعدين جه وكان النصيب لا الطيبه والحنيه كلها مع الاطفال. يعني انا ما كنت حاسب ابني وهو صغير على غلط او حاجه، ما خلانيش ابدا امد ايدي عليه يقول لي لا انا ما احبش عيالي تنضرب. حنون يعني، هو حنون طبعا، الناس كلها تقول عليه اسطوره، نجم، يعني الصفات حلوه كلها بيقولها عنه. هو الحمد لله يعني محبوب بين الناس كلها، الحمد لله كله ما بيتكلمش عنه بحاجه وحشه، وهو ما بيعملش حاجه وحشه اساسا. يعني هو حلو مع الناس كلها، يعني عمره ما تبطل على حاجه الحمد لله. اي حاجه بعملها حلوه تسلم ايديك زي الفل حلو، يعني ما عندوش دي حلوه وده وحش واعملي لي كده وكده، الموجود بيحمد ربنا عليه الحمد لله. عايز اقول له يا رب ربنا يديله الصحه والعافيه ويخليه لنا، ودايما يكون في ازدهار ومحبه بين الناس. هتقول ايه بقى للزوجه؟ شفت بقى عاوز تقول لها ايه دلوقتي بعد الكلام الحلو اللي لقيته عليك ده؟ لا هي كلامها جميله جدا وما شاء الله عليها، يعني من بيت طيب، وعشت معاها. انا اتجوزت قبل كده 3 مرات بس هي مسكتني بقى خلاص. مسكتك خلاص؟ اه الحمد لله. لو بتحب الاغاني القديمه اتفضل. بتحب تسمع اغاني مين لمين؟ كلثوم، عبد الوهاب، فريد؟ لا ام كلثوم دي موضوع. ام كلثوم؟ ام كلثوم هتبقى عاوز تبعت اغنيه حلوه دلوقتي لزوجتك على الهواء، تقول لها اغنيه ايه؟ اه هقول الاغنيه ليها يعني. اه تقول لها، تبعت لها اغنيه حلوه كده تقول لها اغنيه ايه. انا بغني شويه بس مش عارف. طيب قول لما احنا عايزينك تطلع الغنى. هل اغنيه اديني؟ طب غششني شويه. الحب كله مثلا. طيب اهو لسه فاكر كده. خلاص الحب انت عمري كله. الحب كله. الحب كله. اه هتغنيها لها؟ انا هغني؟ اه انا ما تعرفش تغني؟ لا مش للدرجه دي يعني. ربنا يخليكم لبعض يا كابتن. الحب كله ويخليها لك ويخليها لاولادك واحفادك. اه ونشوفكم في احسن صوره. كابتن انت بتحب الاكل؟ الاكل اه جدا. اكل صح. تاكل صح. هي بتعمل لي اكل جميل بتحب جدا. بتحب تخش انت المطبخ؟ ما لا ما اعرفش اطبخ خالص. خالص. اكلتك المفضله ايه؟ بس هي ما شاء الله يعني بتعمل لي الاكل. اكلتك المفضله ايه؟ بتحب تاكل ايه؟ يعني اللي بحبها اه الملوخيه مع الارانب. ارانب. ما آه. بتحبش السمك وما انت اسكندراني؟ السمك طبعا. لا ده اساسي. السمك ده اساسي. ها سمك انما ده في البيت آه. خطير. ملوخيه بالارانب. ملوخيه بالارانب اه. طيب بتحب تسمع، بتحب تتفرج على الافلام الاسود وابيض زمان؟ الافلام في افلام بتفتكر فيلم ايه اللي يقعد يضحكك؟ بتاع اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين. اه انت مش عايز على طول تبقى قاعد كده بالظبط تضحك شويه. نعم. مثلك الاعلى في الحياه مين بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. اه كان في كتير يعني برضه. قول لنا اسمه. الشعراوي ده. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. اه. في ناس كويسة وعندنا برضه يعني في الجامع يوم الجمعة. اه. فبرضه في إمام كده بيخطب خطبة جميلة جدا. اسمه يحيى. كابتن شحتة احنا بنشكرك على تواجدك معانا واحنا كنا مستمتعين معاك. الله يخليك. ودي اقل حاجه نعملها معاك لان انت لعيب ليك تاريخ كبير جدا سواء على منتخب مصر او منتخب افريقيا او نادي الاتحاد. فربنا يديك العمر والصحه.